يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا شروة عطور خليجية، هي اسمها عطور خليجية لأن اسمها خليجية، بس صناعة في الصين، made in China، أنا بالصين وهذه العطور صناعتها بالصين. القطعة بدولارين ونص، ثباتية أكثر من 10 ساعات، يعني 10 إلى حتى 24 ساعة توصل، لكن أنا أنطي ضمان أكثر من 10 ساعات. طبعاً راح أشوفكم الموديلات هنا، أقل كمية ممكن تأخذ 1 كرتون، الكرتون يحتوي على 100 قطعة ب$250، يعني القطعة الوحدة بدولارين ونص. جودة العطور راقية، العطر كلش جميل. تعالوا نشوفكم الموديلات اللي عندنا. عندنا تقريباً أكثر من 20 موديل. البضاعة ستاندر كلش حلوة مثل ما تشوفون، تغليف ستاندر، بضاعة ستاندر، اكسباير كله 2024 2027، لكن الكتابة كلش ناعمة صراحة، ما تبين مال اكسباير 2024 2027 اكثرها. شوف هذا ملك العود ما شاء الله، شوف البضاعة، العلبة والشكل فخامة والعطر يخبل وضمان ثباتية أكثر من 10 ساعات. الله تخبل، عطور حلوة وموديلات جميلة. كل كارتون يجي 1 شكل، لكن أنت ممكن تطلب حسب الطلب، يعني حتى إذا تريد فشكل معين ماكو مشكلة. إحنا عندنا تقريبا هسه حاليا شي 38 كارتون. شوف العلبة، شوف العطور شلون حلوة، نفسها هي، هاي نفسها، باقي عندنا 4 كراتين، لكن العطر يختلف، يعني هذا شوفي احمر هذا اصفر، العطر مالته يختلف، نفس الماركه لكن عطر يختلف، فهذا عطر شكل هذا عطر شكل. شوف هذا شو اسمه، الانوثه هذا، شوف يعني نسائي، طبعا نسائي رجالي. شوف الشكل مال العلبه، باع 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 ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. تخبل، شوف الريحة، العطر مالته روعة. شوف أحلى شيء يعني عندي هنا بالشركة، يعني تقول لي ياسر أريد هذا الموديل أنطيك، تقول لي أريد هذا الموديل أنطيك، تقول لي انطيني 100 قطعة مختلطة ما عندي مشكلة، 100 قطعة مختلطة ب$250، يعني القطعة ب$2.50. موديلات روعة. هذا أيضا أنوثة. البضاعة كلها ستاندر، شوفوها بضاعة جديدة ستاندر، هذا دينار، هذا دينار، ممكن أي موديل تختار، حتى لو تريد فقط هذا 100 قطعة ما عندي مشكلة، لحد ما تخلص الكمية العرض مستمر، تريد فقط هذا الموديل، تريد 100 قطعة مختلط ما عندي مشكلة، يعني مسهل عليكم الطلبية. هذا ب$2.50 وعندي نوعية ب$0.60، الكفاءة شوية أقل من هذا، خاف واحد يريد أرخص. واو شوف هذا دينار روعة، اسمه دينار، عن الحلال والحرام هذا كله راح يجيكم، حتى بس أخذ منه بخ ورجع. الله العطور تخبل روعة. طبعا بعد عندنا كلش هواي موديلات هنا، أنا راح أفتح لكم بعض الموديلات، أصلا ما أقدر أفتحها كلها. هذا هم دينار، هذا دينار أيضا، لكن هذا غير عطر. شوف هذا يصير لونه، هذا العطر مختلف عن هذا العطر، هذا نخلينا هسه واحد يم الاخ يبين، هذا العطر مختلف عن هذا العطر، نفس الماركة. هذا ايضا دينار روعة، الشكل العلبة خامتها كلش حلوة. بعد اكو عندنا موديلات كثير، هاي كلها موديلات. شوف هذا طقم بيبي باودر، هذا يصير عطره شلون البوطره مال الاطفال، كلش روعه، انا كلش اعشق هذا العطر. طبعا هذا عندنا طقم من تكون من 3 قطع ب$2.50، يعني هذا ايضا ينحسب وحده، هذا ب$2.50 وهذا ايضا ب$2.50، وممكن تختار تريد فقط هذا، تريد فقط هذا، تريد فقط هذا، اي موديل ممكن تختار، او تقول لي انطيني 100 قطعه مختلطه، انا اشكل لك 100 قطعه مختلطه. شوف هذا الموديل ب3، هذا شوف هذا بيبي باودر، طبعا هذا ينباع يمكن شيء $15 او 10 دولارات ما اعرف صراحه. هذا الطقم هسه ب$2.50، شوف طقم 3 قطع، هذا بالله معطر اعرفه، هذا معطر جسم، هذا عطر، العطر مالته كلش روعه، هذا انا يعني يعجبني هذا العطر، مثل البوطره مال الاطفال، يعني تحس نفسك بيبي الله، وتزحف وتتعلم المشي. لا خلاص نرجع، يا لبان يا معود عفني جاي اشتغل جاي نصور، هذا يوسف، شوفوا هذا يوسف، هذا يوسف،
لا اخوي جاله اخوي جاله شنو اخوي جاله تعال تعال يوسف تعال 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 وقيني كان يومو. ها ها انصدم انصدم ها شوف انصدم شفتي وجهه انصدم شوف وش جاب بيبي ياندي يذكرني بايام الطفوله وترجع تزحف لا تعال 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 جرب جيب ايدك جيب ايدك بسم الله يلا هو رهيب شو تحس؟ رطوبة كذا شوف يحس برطوبة يعني شلون الطفل من يعملها؟ والله حلو والله تدري ليش؟ إيه؟ هذا بيبي باودر شايف الأطفال من يخلون هاي الباودر الأبيض؟ إيه هو هذا العطر يعني نفس البيبي باودر روعة تحس نفسك يعني ترجع صغير الكبير ممكن يستخدم منه ولا لا اكيد هو كبير صغير المهم عطر جميل هاك هذا الطقم لك هديه عجبك والله عجبك هذا لك هذا معطر وهذا عطر وهذا ما ادري شنو بادي لوشن شنو يعني بادي لوشن يعني شنو غسول مال جسم نعومه الجسم او نو اي دونت نو انجلش ام نوت سو جود شافت الترجمه طلع صح بالتعليقات هاي لك تدلل هديه شايف الخير تعال تعال شوف وردي بوردي تعال 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 بس شوف بس انا اعطيك هذا بس مو مجانا نسوي لنا دعايه نسوي لنا دعايه يلا نسوي لنا دعايه اوقف اوقف نبيع على باب الله يلا سوي لنا دعايه ها اوقف اوقف دقيقه شوفوا انا بقول الصراحه الصراحه يعني من غير اي شيء وعد انا قربت الان والله قربت الان بس الصراحه انه كذا نعومه حلو جدا والله يوسف من اليمن طبعا يعني مستحيل اكذب انت ممكن تقربه وتشوف او ممكن تبحث عليه بادي باودر كيف النيتف حاجة قوية انت وردي وهذا وردي وردي ووردي حاجة والله ذي دولارين ونص جاي نبيع دولار ونص دولارين ونص مو دولار ونص شنو بايك لا دولار ونص 2 دولار ونص أيوة. يعني والله رخيص جدا بيش ينباع ثلاث القطع ثلاث اي طقم ثلاث قطع ثلاث القطع اقل حاجة بسبعة ثمانية دولار اقل حاجة ثلاث يعني قطع يعني كم ضعف راح تربح يا عزيزي المشاهد شايف عرفت يعني ثلاث قطع على فكرة دولارين ونص ثلاث قطع بلاش هاك حبيبي تستاهل خلاص هذا مستحيل ارجع تعال شوف شوف هذا عود قديم عود رايك يطير معك يا يوسف شنو علاست اخذت فرح فرحته يعني فرحه لا توصف طريق خلي فوق طريق عيني طريق شباب شوف عود اليف يعني اكو عود وحشي واكو عود اليف هذا عود اليف ما اعرف الاسم من وين جايبينه شوف العلبه شوف العلبه مالته اسود بسم الله الله منعش دولارين ونص لا تقول لي تعال وبص لا شوف 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 الموديلات تتعب وما يخلصان الموديلات ومثل ما قلت لكم اي موديل ممكن تطلب قول اريد هذا ما اريد هذا ما عندي مشكله بكيفك عندك الواتساب تجي على الواتساب وتقولهم اي موديلات تريدها واي موديلات ما تريدها شوف هذا أزارا مان أزرا 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 أزارا المهم حلو حتى الستيكر مالته أعوج هيج قايل يعني هذا فخامة هيج الستيكر مالته شوف أيضا بيلونين هذا حلو ما شاء الله ما خلاص أنا بعد أكو موديلات هواي موديلات يعني أتعب وما تخلص الموديلات بسم الله ما شاء الله شوف واو 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 واو, واو. نسائي شوف الشكل ما شاء الله سني دا لابوا سني دا بنيو دا هاي بالصيني يعني ما أقدر أقول لكم شنو معناتها يعني هديها إلى أمك هديها إلى أختك بالصيني شوية غيرت بيها أوه لذيذ هذا منعش شوف هذا عود أفغان هذا مكياج اسمه مكياج العطر اسمه مكياج شوف العلبة بعد شنو
بعد بعد عندنا تشبع تشبع. شوف هذا رغبة يعني تجيك التهايم وانت نايم. اوفي قطع الفيديو اوفي انفضحنا قطع الفيديو. اسمه هذا يعني الرغبة ببش العطر. والله عطور يعني صراحة حر الصيف من تبخ من هذا تنسى تنسى الحر. رغبة من رش العطر. بالعلبة العلبة شوف العلبة ديزاين شلون عربي روعة. طبعا هاي كلها صنع بالصين بس يسموها عطور خليجية. على فكرة هذه ماركة أصلية صينية مو مقلدة. عرفت شلون هذه بضاعة أصلية صينية مو مقلدة. شوف بعد 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 شوف قصيدة قصيد الحب قصيد الحب يعني قصيد الحب رغبة ما أدري شنو تجيك يعني الأفكار الجيدة يعني إن شاء الله يا رب كلكم تتزوجون وادعوا لي بالزواج. شوف البضاعة أنا ما بخ بعد لأنها خلاص خشمي انترس. شوف هذا سلطان أبيض لأن في سلطان أبيض وفي سلطان أسمر. سلطان أبيض شوف بعد بعد عبالكم بس هذا ملك الليل. شوف ملك الليل شوف يعني عن الأسماء بقى على الأسماء أنا بس أريد أعرف منو علم الصينيين على هاي السوالف التعبانة. خلاصة العود شوف العلبة 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 شوف العلبة شلون تعبانين عليها. خلاصة العود عبالكم بس هاي الموديلات لا تتعب وما تخلص الموديلات. شوف ذني شو اسمه هذا حبيس حبيب حسيب المهم يلا جزء غلطان حتى بالاسم ما أدري. شوف شوف هاي العلبة مالته بدولارين ونص. بعد اكو اكثر من هاي الموديلات لكن فشي توب صراحة شايفين الف خير. اوه هذا 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 مزيل العرق داخل. زين هاي مزيل العرق داخل شنو عود يعني. اوه شلون حلو شو غير بالعربي كاتبين عليه مزيل العرق داخل. جزء العطر مالته يعني يخليك تشعر كأنما انزال العرق. اوه الله ها شو كذا تضحك؟ خلاص ها؟ ايش بيها؟ لا عيب لا خديجة. والسلام عليكم ورحمة الله نشوفكم بخير وسلامة. أموت وش تموت اليوم؟